ينضم إلينا هاتفيا من الجزائر دكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر والخبير في الشؤون الاقتصادية والطاقة. بعد التحية دكتور، يعني لماذا اتخذت الدول قرار خفض الانتاج في هذا التوقيت تحديدا وبشكل منفرد ومتزامن قبل اجتماعهم اليوم؟ شكرا جزيلا، رمضان كريم وتحية سلام لكم وللمشاهدين. سؤالك عن ما يسمى سوق النفط، هو جاء هذا القرار ربما له شطرين. الشطر الأول، هناك من الخبراء من يقولون بأنه قرار فني اقتصادي محض، وهناك من يذهب إلى الشق الثاني ويقول بأن هناك رائحة سياسية في هذه القضية. أولا يجب أن نرى أو ندرس بعض المؤشرات في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي قبل أخذ هذا القرار منذ أسبوع أو منذ 3 أيام، كان أعلن صندوق النقد الدولي بأن معدلات النمو إلى غاية نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024 لا يتجاوز 3%. هذا ما يوصف بأن هناك ركود اقتصادي عالمي. ومن ثم كمؤشر آخر ربما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الخام من الطاقة. ومن ثم اجتماع الأخير في السنة الماضية، في أكتوبر السنة الماضية، وهو اجتماع منظمة أوبك بلس في رقم 33، جعل منهم أنهم يتفقون اتفاق جماعي على خفض أكثر من 2 مليون برميل يوميا، وهو ما أدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار ووصل إلى حوالي $100. الآن ربما زاد هذا السعر. كان مؤشر آخر، هو كل يعلم بأن في بداية فصل الشتاء الطلب على الطاقة يزداد، ومن ثم لما الطلب يزداد يرتفع السعر، وهذه نظرية اقتصادية معروفة. الآن احترازيا، وهذا ما صرح به رسميا طرف هؤلاء الأعضاء الذين تطوعوا أوعيا لتخفيض الإنتاج مرة أخرى، وسموه بأنه قرار احترازي. لأن نحن مقبلين على فصل الصيف وسينخفض الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى انهيار مرة أخرى الأسعار، لأنها هي انهارت من 95 وصلت إلى حوالي أقل من $70. لكن إذا وصلوا إلى هذا الاتفاق وأنهم يخفضون أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، هذا من بداية شهر مايو المقبل، ستؤدي الأسعار، وهذا ما يؤكد عليه بعض الخبراء وحتى بعض الهيئات المالية وبعض الهيئات المهتمة بأسواق النفط، أنه سيرتفع السعر في حالة هذا القرار نفذ، سيرتفع السعر من $5 إلى $10 للبرميل، وهذا سيخدم بطبيعة الحال المنتجين ولا يخدم المستهلكين. ومن هنا هناك ما يسمى إدارة البيت الأبيض هي غير مرتاحة، لأن معدلات التضخم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة أكثر من 10%، المعدل العام للأسعار، سعر الفائدة في كل مرة يرتفع، وهذا ما يؤدي إلى أن هناك ضغوطات على هذه المجتمعات في ميدان الطاقة. لذلك أظن بأن هذا القرار هو احترازي في البداية، والدليل على ذلك أن خلال هذا الأسبوع ارتفعت الأسعار بحوالي $3 أو $4. هذا كقرار أولي. أظن إذا انخرطت دول أخرى، مثلا لأن المترين بأن العراق مثلا تخفض أكثر من 210,000 برميل يوميا، هذا كمية هائلة، وأظن بأن السعودية أكثر من 500,000، روسيا ستدخل الخط. السؤال الذي يطرح هنا تحديدا دكتور حميد، إذا ما دلالة تمديد روسيا قرارها بخفض الإنتاج إلى نهاية العام مثل أعضاء أوبك، وإلى أي مدى يصب القرار في صالح روسيا؟ بطبيعة الحال هذا هو التخوف الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم خلال الحرب الأوكرانية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية وضعوا حزمة من العقوبات، يعني آخرها هو فرض أنه لا تؤمن البواخر التي تنقل المادة الخام لروسيا. المستفيد الأكبر، وهذا إجابة عن سؤالك، المستفيد الأكبر من هذه القضية هي روسيا، لأن لو انخفضت الأسعار ستكون روسيا أمام موازنة ربما، أو مداخلها بالعملة الصعبة ستنخفض، ولا يمكن مواجهة مثل هكذا عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية. إذن وكأن هذا القرار هو انحياز إلى روسيا وسيرفع الضغط المالي على روسيا. أظن بأن هذا هو القرار الأول الذي هو ربما بداية الاختلاف الولايات المتحدة أو بيت الأبيض مع هذه الدول الشرق أوسطية، خاصة السعودية والإمارات والكويت.
نعم، وهنا أيضا ماذا عن الولايات المتحدة التي تحث دول أوبك لرفع الإنتاج يعني إلى أسعار أقل لدعم النمو الاقتصادي ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب المزيد من الإيرادات لتمويل حرب أوكرانيا؟ أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية كقرار سياسي باتجاه هذه الدول ربما هو بداية الطريق، ولكن أنا أظن حسب تقديري بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة منتجة للخام وربما أول دولة أو ثاني دولة بعد السعودية. أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيستعملون المخزون الاستراتيجي، والنقطة التي ربما سيعتمدون عليها مثلا نيجيريا لم تدخل في هذا القرار، فنزويلا وهي بلد منتج للخام بكمية كبيرة لم تدخل على هذا الخط. لهذا لما نتكلم على 24 دولة في المنظمة من بينها القرار اتخذ من طرف 7 دول، ممكن جدا أن سيكون التعويض من طرف هذه الدول التي لم تأخذ هذا القرار، ولكن دائما يبقى هناك قرارات احترازية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ضغوطا داخلية على المجتمعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودفع سعر الطاقة بأكبر ثمن، وهذا سيؤدي إلى ركود اقتصادي وسيؤدي إلى ضغوطات على البيت الأبيض وكيف يسير الشأن الاقتصادي. أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل كل البطاقات التي لديها أو كل الأوراق، ستلعب كل الأوراق وستحاول أن تمارس كل الضغوطات على أنها سيكون لا يكون هذا القرار إلى غاية سنة 2023، لأن لو هذا القرار ينفذ وستنخرط دول أخرى في نفس القرار هنا سيكون الإشكال، وربما يرتفع السعر لأكثر من $100 وسيلعب على قدرة أو قوة الدولار، وهو كذلك سيؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا ما يتخوف منه الأمريكان. نعم، أشكرك دكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر والخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.